بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس رح نحكي عن مصطلح إحنا استخدمناه كثير في آخر كم درس واستعملناه وشفناه، ولكن إحنا هذا المصطلح مش عارفين إيش معناه، اللي هو عبارة عن مصطلح الإتربل. خلينا نشوف هذا المثال علشان نوضح إيش هو الإتربل. لو كان موجود عندي الرقم 2 أنا مخزنه في المتغير اللي اسمه X، الرقم 5 أنا مخزنه في المتغير اللي اسمه Y، ثم أنا بدي أعمل مقارنة بين هذول الرقمين وأستخرج القيم الأكبر بينهم. الأصل في هذه الحالة أني أنا أكتب خوارزمية، هذا الخوارزمية بتعمل عملية مقارنة، فباجي بحكي له إذا كانت قيمة X أكبر من Y فبالتالي X هي القيمة الأعلى، إذا كانت قيمة Y هي أكبر من X فبالتالي Y هي الأعلى، وإلا فإن X تساوي Y. هذا الأصل في هذه العملية. ولكن عندنا هنا جينا عرفنا متغير وكتبنا ماكس وطلبنا في داخل الأكواس الخاصة في الميثود اللي اسمها ماكس الإكس والواي، ولو جينا نفذنا البرنامج لاحظوا معاي إنه جاب لي إنه الخمسة هي عبارة عن القيمة الأعلى بين هذول القيمتين. طيب الخوارزمية اللي احنا حكيناها وين راحت؟ مش هي الأصل تكون هي الموجودة وهي الأساس؟ استعضنا عنها في كلمة ماكس. الآن هذه كلمة ماكس بتكون عبارة عن دالة بنجلبها احنا، أو عبارة عن كود برمجي احنا بنجلبه وبيكون مخزن في مكان ما، بيكون مخزن في المكتب اللي اسمها ماث. فبالتالي الماث هي عبارة عن المكتب الرئيسي اللي بتحتوي على الميثودز اللي بتنفذ العمليات الخاصة في الرياضيات، ثم احنا نجلب الاسم او العنوان لهذا الكود وبنقوم بتنفيذه، والكود بيكون مخزن في هذا المكان. علشان توضح الفكرة اكثر، لانه الحديث هسه انا ما وضحت اشي، لو جينا على هذا الصورة موجود عندي هذا المخطط، وموجود عندي هنا اتربل، وموجود عندي كيو، الكيو بنعرفوش احنا، كمان شوي رح نعرفه او في الدرس الجاي، موجود عندي الليست وموجود عندي الست. الان في هذه الحالة كأنه مبين انه الاتربل هو عبارة عن الاب لهذه الانواع او لهذه الاصناف. لو جينا على تعريف الاتربل حاكي لي هنا انه الليست والست والكيو هي عبارة عن كلاسز، هي عبارة عن اصناف، هذه الاصناف موروثة من الاتربل. يعني باختصار شديد، طبعا موضوع الوراثة احنا ما بنعرفوش لسه، واذا احنا بدنا نفهم مفهوم الاتربل 100% احنا لازم نكون على دراية في كثير من الامور، مثل الانهيرتانس ومثل الكلاسز ومثل باقي تفاصيل اخرى. هذا الحكي رح ناخذه في دروس متقدمة، ولكن انا بدي اوضح الفكرة بالبساطة لعندما انه هذه المصطلحات نكون عارفينها. ببساطة انه عملية الكوليكشن بحاجة لمجموعة ميثود. فاهمين شو يعني كوليكشن؟ كوليكشن يعني متغير مخزن في مجموعة من القيم، بحاجة لميثود وعمليات، يعني بحاجة لأكواد برمجية عشان تنفذ هذه العملية. كيف بدها تتعامل مع الذاكرة؟ كيف بدها ترتب قوانين معينة؟ الآن في داخل الإتربل مخزن الميثود والقواعد والقوانين الرئيسية الخاصة في عملية الكوليكشن. الكوليكشن في له عدة أشكال، أحد هذه الأشكال اللي هي الليست، والليست هي حالة خاصة وهذه الحالة الخاصة إلها قوانينها. فبالتالي أجا قال لك الليست ورثت الإتربل. شو يعني ورثت الإتربل؟ يعني أخذت هذه القواعد الرئيسية جميعها وضافتها في داخل هذا الكلاس، أو خلينا نحكي هذا الفايل، وفي داخل هذا الفايل أضافت الأمور الخاصة في الإشي اللي اسمه ليست. فبالتالي هي حالة خاصة من الأب اللي اسمه إتربل. طب الست، الست برضو أجت على الإتربل، أخذت الفايل كامل وضافت عليه الأمور الخاصة اللي بتميز الست، القواعد اللي بتميز هذه الست، تمام؟ فهذه معنى الإتربل. الإتربل هو عبارة عن الأب اللي بيحتوي على الميثودز الرئيسية الخاصة في عملية الكوليكشنز، وأي عملية كوليكشن من اللي احنا بنتعامل معها بتيجي بترث من الاتربل. ممكن وانت بتطلع على الانترنت على تعريفه تقرأ كلمة انه الاتربل هي عبارة عن ابستراكت كلاس. شو يعني ابستراكت كلاس؟ ابستراكت كلاس هو عبارة عن المكتبة، خلينا نحكي، لانه بنعرف شو معنى كلاس، الفايل اللي بيحتوي على القيم الرئيسية والقواعد الرئيسية. يعني مثلا لو كان عندي هذا نظام في داخل مؤسسة، فبالتالي الابستراكت كلاس بده يكون موظف،
فبيحتوي على القيم الخاصة في أي موظف، اللي هو اسمه مثلا، رقم الوظيفة، والتفاصيل العامة اللي لازم تكون عند أي موظف. الآن هذا عبارة عن إداري، فبالتالي الإداري بيجي بأخذ التفاصيل العامة لأي موظف تنضاف هنا بما أنه ورثها، ثم بضيف التفاصيل الخاصة في الإداري، زي مثلا راتب الإداري، زي مثلا في عند الإداريين مسميات معينة، إداري A، إداري B، إداري C مثلا. هذا كان عبارة عن مدرس، المدرسين في لهم مسميات خاصة، المدرس في النهاية عبارة عن موظف بأخذ القيم الخاصة في موظف وبضيفها في هذا المكان. فالإتربول هي مش نوع بحد ذاته، ممكن طبعا نعتبره نوع بحد ذاته، ولكن هو أبو جميع الأنواع الخاصة في الكوليكشنز. إن شاء الله تكون الفكرة يعني وضحت بالطريقة البسيطة عندما إننا نتعرف على التفاصيل الأوسع. قبل ما إننا نفصل في موضوع الإتربول، إذا عمرك شفت كلمة إتيريشن، إتيريشن بتعني عملية التكرار، هي فعليا معناها التكرار. الآن لو جينا مثلا على الفور هنا في هذا المكان، هذه عبارة عن الفور، الفور عبارة عن لوب، يعني عبارة عن عملية تكرار. طب هذا الفور مش لازم يكون موجود كلاس خاص، أو مش لازم يكون موجود أكواد برمجية خاصة عشان يتعرف في الكمبيوتر إنه كيف بتتم عملية التكرار، اللي هي لازم يكون في متغير يخزن في داخله قيمة، ثم بتم عملية الدوران حسب ما يعطيني الرينج، ثم قواعد عامة، تمام؟ فالإتيريتور هو نقدر نحكي عبارة عن الأب لعملية التكرار، وجميع عمليات التكرار سواء كانت فور ايج بتيجي بتاخذ الميثودز الرئيسية اللي فيه. طبعا انا بحكي بمعنى مبسط، ما بحكي علم، بحكي توضيح بمعنى مبسط. اذا بدنا نحكي علم لازم نكون في كثير مصطلحات فاهمينها، وهذا في القسم الثاني من الدورة رح ناخذه، لما ناخذ الاوبجكت اورينتد بروجرامينج توضح الفكرة 100%. تمام، كمان مرة، الايتريتور هو عبارة عن الاب الخاص اللي بيوضح القواعد العامة لعملية التكرار، ثم أشكال التكرار مثل الفور بتيجي بتأخذ القواعد العامة وبتخصصها حسب القواعد الخاصة بالفور. الوايل مثلا بتيجي بتأخذ القواعد العامة اللي هي التكرار، عملية دوران وكذا وكذا وكذا، ثم بتخصصها في قواعد الخاصة في الوايل لوب اللي هي بنفذ عملية التكرار بناء على شرط معين. الفور قواعدها الخاصة بنفذ عملية التكرار بناء على رينج معين، وهكذا. لو جيت مثلا على بعض التعريفات الخاصة بالإتيريتور، بيجي بيحكي لك is an a collection of elements that can be accessed sequentially، يعني عبارة عن عملية أو عبارة عن مجموعة من القيم بتتنفذ أو يمكن الوصول إليها بشكل متتابع. في موجود عندي هنا برضو تعريف ثاني، عبارة عن كائنات، هذه الكائنات بإمكاننا أن ننفذ عليها عملية التكرار. علشان هيك دائما وين ما بيجي بيحكي لك إتربول بيجي بيحكي لك إتيريتور. فالإتربول هي عبارة عن كائنات بتتم عليها عملية التكرار. يعني كيف عملية التكرار؟ لو جينا مثلا على الليست، إحنا بننفذ عليها عملية الفور لوب مثلا، إحنا بنكرر أول مرة بنقرأ هذا القيم، وثاني مرة بنقرأ هذا القيم، وهكذا. هذه هي إشي مختصر عن الإتربول والإتريتر. أكيد رح يجي في الدروس المتقدمة تفاصيل أكثر، بحيث أنه أنت توضح عندك الفكرة بشكل 100%. طيب لو إحنا بدنا نعرف إتربول، طبعا الإتربول يستخدم في حالات خاصة مع ميثود خاصة، مش دائما، ولو أنه زي ما حكيت لكم الإتربول هي عبارة عن، بالرغم أنه جميع عمليات الكوليكشنز بتنبثق عنه أو عمليات الكوليكشنز الرئيسية، ولكن هي عبارة برضو عن نوع لوحده. يعني مثلا هاي موجود عندي الليست اكس اللي بتحتوي على هذه القيم، لو جيت قلت مثلا إتربول اكس، ما رح يعطيني خطأ. ليش؟ لانه الليست هي اصلا عبارة عن إتربول. تمام، نفس الاشي لو كانت هذه عبارة عن ست، وبرضو حولتها كتبت سواء هون ست او إتربول، فبالتالي حاكي لي الإتربول هي عبارة عن abstract class. إتربول هي عبارة عن الكلاس الاب اللي بيحتوي على القواعد الرئيسية لعمليات الكوليكشنز. تمام، ولكن دائما يفضل انه ننفذ عملية نسميها بالمسمى الحقيقي لكثير اعتبارات، من بينها مثلا انه التخفيف على الذاكرة مباشر ان احنا ننفذ هذه العملية. طيب لو كان عندي موجود مثلا هذه الليست
الليست اكس اللي بتحتوي على هذه القيم، وانا جيت مثلا خزنت او انشات متغير اسمه انتجر واي، وفي داخل الانتجر واي بدي اخزن الرقم 3، ففي الليست كنت شو اسوي؟ اجي اقول له تساوي الاكس اللي موجوده في الاندكس رقم 1، صح؟ اللي هي 3 موجود في الاندكس 1، هذا اندكس 0 وهذا اندكس 1. هذا الموضوع 100% قبلها بدون اي مشكله. طب لو كانت هذه عباره عن ايترابل، هذه عبارة عن إترابل، في هذه الحالة ما رح يقبل، فبالتالي أنا لما بدي أعدل القيمة في داخل إترابل ما بعدلها في هذه الطريقة، باجي بعدلها عن طريق الميثود اللي اسمها element at، فباجي بقول له dot element at وباجي بحكي له في الاندكس رقم 1. في هذه الحالة قبلها أخذ الرقم 3 الموجود في الاندكس رقم 1 وخزن لي في المكان اللي اسمه واي. طب أنا لو بدي أطبع هذا الإترابل باجي بحكي له برينت إكس، بطبع لي كمجموعة من القيم، تمام؟ طب أنا لو بدي أفصل هذه القيم شو بعمل؟ نفس الكوليكشنز العادية عن طريق الفور أو عن طريق اللوبز، أحدها اللي هي الفور إيتش أو الفور إن. خلينا نستخدم مثلا الفور إن، فبنيجي بنحكي له فور وبعدين بنيجي بنعرف متغير مثلا فار زد مثلا، وبعدين بنحكي له إن إكس، والفور إن إحنا حكينا عنها في درس سابق، وبعدين بنيجي بنحكي له برينت الزد بحكم انه القيم خزنت في داخل الزد. لو جينا نفذنا هذا الامر لاحظوا معي انه رح يفصل لي كل قيمة على حدة. طبعا احنا سابقا اتعاملنا مع الاترابل بطريقة غير مباشرة لما مثلا كان موجود عندي لست معينة، يعني لما كانت موجودة عندي هذه اللست مثلا، هاي اللست، ولما جينا بدنا ننفذ بعض الدوال عليها، يعني لما جينا نقول مثلا اكس دوت مثلا وير، وبعدين مثلا هنا كنا ننشئ متغير، وبعدين هنا كنا نيجي ننفذ عملية أنا بدي وير مثلا خلينا نحكي contains اللي هي الx dot contains، وبعدين قلنا له contains مثلا a، وفي هذه الحالة قلنا انه هذه بترجع قيمة. هذه القيمة لو جينا هنا عرفنا متغير، هذا المتغير سميناه واي، وبعدين جينا هذا المتغير خليناه من نوع ليست. اكيد اذا متذكرين كان يعطيني خطأ، وكان حل هذا الخطأ انه هذا المتغير لازم يكون من نوع اترابل، فبالتالي الدوال اللي كنا نستخدمها مع الليست جميعها راح نستخدمها مع الاترابل. طبعا ما راح افصل كثير في الدوال لانه كثير من الدوال احنا اصلا حكينا عنها، يعني مثلا حكينا عن وير، حكينا عن فيرست وير، يعني مثلا في خلينا نشوف دالة غير الوير، مثلا لو كانت تيك احنا ما حكيناش عنها قبل، دوت تيك، طبعا دالة تيك شو بتعمل؟ بتسترجع لي عدد معين، هاي كاونت، دخل لي عدد من نوع انتجر، عدد معين من القيم، يعني لو كان عندي مثلا هنا 7، لو كان عندي هنا مثلا بي، وانا باجي بحكي له استرجع لي مثلا اول 3 قيم، تمام؟ ففي هذه الحالة استرجع لي أول 3 قيم والقيمة تخزنت في داخل متغير اسمه إترابل. لو جينا قلنا له برينت واي مثلا، هاي برينت واي، ونفذنا هذا الأمر، لاحظوا معاي إنه في عندي أنا كوس زيادة مش مشكلة. لو جينا قلنا له برينت واي، لاحظوا معي انه هنا رجع لي بس اول 3 قيم. ان شاء الله تكون وضح عندكم مصطلح الايترابل وفكرة الايتريتور، اكيد رح نرجع لهن، والمصطلحات اللي احنا حكيناهن وحاولنا نبسطهن رح نرجع لهن في الدروس القادمة باذن الله، ورح تفهموهن 100%. ربنا يعطيكم الف عافية.